مناظر جميلة وخلابة تتمتع بها السواحل الليبية، مياه زرقاء ورمال ذهبية تكسو الشواطئ التي تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر. شواطئ العاصمة الليبية طرابلس التي تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط يقبل عليها المواطنون مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. لكن ومع غياب الرقابة الصحية والبيئية، فإن مياه البحر أصبحت ملوثة بسبب قيام البعض وخاصة الفنادق الكبرى بسكب مخلفاتها في البحر من دون معالجة أو تقيد بمعايير السلامة الصحية المعمول بها. طبعا هذا بيأثر على الأمراض الجلدية والطفح الجلدي والحكة والاحمرار والواحد، لكن باستمرار يسبب أمراض يعني معدية. وقامت العديد من الجمعيات الخيرية بحملات تنظيف، لكنها لا ترتقي إلى مستوى المشكلة الحقيقية فيما اعتبره البعض مصدرا للرزق. كنا نسترزقوا منه والحمد لله ونطلع حوتنا وامورنا طيبة. السياحة حالها حال كل القطاعات هنا في ليبيا التي تنتظر الاستقرار الأمني والسياسي لكي تصبح مثل هذه الشواطئ المهملة من أهم المواقع الجاذبة للسياح في حوض البحر المتوسط. محمود الفرجاني، العربية، العاصمة الليبية طرابلس.